أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية ليكون يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك. وكانت هيئة الرؤية الشرعية قد عقدت جلستها مساء اليوم برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتلقي الأنباء والشهادات والأخبار من العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإيمان، وبعد، فحيث أن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان وإتباعاً لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي والشيخ راشد بن حسن البعينين بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الأحد ليلة الأثنين 10 مارس 2024 ميلادية، وحيث أنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول. وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غد الاثنين 11 مارس 2024 ميلادية هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، ويجب صيامه، والله ولي التوفيق. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يوحد صفوفهم ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقائه، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.